مساء الفل عليكم، عودة من جديد بعد نهاية مباراة اليوم الأول في الأسبوع الأول للدوري المصري 2018-2019، وباين عليه إن شاء الله الرحمن إنه هيبقى يا رب بإذن الله موسم طيب جدا للجميع. التعادل يسود الموقف في اللقاءين، اللقاء الأول اللي كان جمع ما بين الاتحاد السكندري والمقاولين العرب على استاد اسكندرية بالتعادل الإيجابي 1-1 عن طريق بناهيني في الدقيقة 9، وتعادل طاهر محمد طاهر في الدقيقة 68. ما زادش الأمر كتير أو اختلف كتير عن المباراة التانية غير في الأهداف بس. التعادل برضو كان هو سيد الموقف ما بين بتروجيت والزمالك على استاد السويس، وإن كان طبعا في الكلام أو في المباراة التانية اللي هنتكلم فيها مع نجومنا وتشكيلتنا اللي موجودة في ملعب الأهلي، كابتن حلمي طولان وكابتن حمادة صدري وكابتن أسامة حسني. كابتن حلمي، شفت اللقاءين ازاي؟ يعني سريعا مباراه المقاولين والاتحاد. يمكن اللقاء الاول كان اكثر اثاره، متكافئ الى حد كبير جدا. يمكن الاتحاد كان الافضل في الشوط الاول وسجل هدف في الدقيقه 9 عن طريق بناهيني من خطا في تمريره خاطئه جدا للاعب وسط الملعب في المقاولين العرب، استغلها بناهيني بشكل جيد جدا. يمكن في فرص أكتر ضيعة من نادي المقاولين، التعادل جه في الدقيقة 68 تقريبا في الشوط الثاني. كان يعني جيم متعادل متكافئ إلى حد كبير جدا فنيا، في تبادل هجمات، تبادل فرص ضائعة من الفريقين، وأعتقد أن التعادل نتيجة عادلة جدا بالنسبة للمقاولين والاتحاد السكندري. طيب، وكمان كان في ضربة جزاء خالد قمر. يمكن انا قلت لك انها هتضيع. قلت لي احساسك. طب كلمه سريعه على مباراه الاتحاد والمقاولين وبعدين نتكلم يعني على مباراه الزمالك. يعني بدايه الدوري للفريقين يمكن كله كان طمعان ثلاث نقط. بدايه الدوري في الماتشات اللي زي دي بتحس الجيم مفتوح. يعني ما فيش بقى فرقه بتقفل كويس بتاع، لا، جيم مفتوح، حتى المساحات واضحه كبيره في الملعب، الفرص من هنا ومن هنا. أدوا شو يعني مباراه افتتاحيه كويسه مش وحشه. والتعادل كان يعني عادل بالنسبه للفرقتين. كابتن اسامه، طبعا ده ممتعه لبطوله الدوري، دايما متعودين يبقى في تحفظ في الاول، لكن النهارده كان الجيم مفتوح من المقاولين ومن الاتحاد. زي ما قلنا قبل المباراه ان المقاولين العرب نزل بالاعمار السنيه، شفنا النهارده ما شاء الله كميه جري كبيره في الملعب، شفنا النهارده هدف حلو جدا جدا من طاهر. طاهر محمد. هدف، في باص، في حركه، في شوطه تسديده قويه جدا، برضو نفس الهدف من للاتحاد السكندري، خطا برضو، باص في نص الملعب استغلها بناهيني حطها برضو بوش رجله قويه في الزاويه البعيده لحارس المرمى. لا يعني النهارده التعادل بين الاتحاد والمقاولين هي النتيجة العادلة للقاء. طيب، في المباراة الثانية كان لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هي المباراة الثانية اللي شهدت التعادل السلبي ما بين بتروجيت والزمالك، تعادل سلبي رغم ان المباراة امتدت للدقيقة 105. وانا قلت لكم كابتن سمير وعثمان خليهم معانا هنا، هنتكلم في حاجات برضو على الامور التحكيمية، يعني احنا صح هو صح اللي احنا شفناه، هنتكلم بخبرتنا في مباراة امتدت للدقيقة 105. الكشافات الاضاءة كان فيها عطل شويه من الدقيقه 70 امتد الوقت 12 دقيقه 14 دقيقه، دي مش قصتي، لكن الدقيقه كابتن حماده، كابتن حلمي، كابتن اسامه، يعني الحكم او كابتن امين عمر رفع الوقت بدل ضايع في الدقيقه 100. يعني اللي انا فهمه ان انت ممكن توصل للدقيقه 90 وبعدين تقول بلس مثلا 22 دقيقه 23 دقيقه 24 دقيقه، مدى قانونيتها عشان ما افتيش بس هنسال فيه كابتن سامر عثمان. يعني بس انا بعتقد يعني ان هو حسب الوقت اللي توقفت فيه المباراه، وبعدين اضاف الوقت بدل الضايع لهذا الوقت. يعني يعني هو يعني معلش انا اسف، يعني لو رفع الوقت يبقى ده الوقت الضايع. اوكي، مظبوط. لكن هو ادى الوقت فعلا اللي توقفت فيه المباراه، ثم رفع الخمس دقائق الوقت بدل الضايع. انا ما اعترضتش، انا بقول ايه، ان الدقيقه تيجي عند الدقيقه 90. مظبوط، انت كمشاهد انت مش عارف ايه الوقت ده قد ايه، الوقت ده عارفه الحكم بس. يعني انا لو شهدت توقفني عند الدقيقه 90، بعد كده تقول لي مثلا ربع ساعه، ثلث ساعه، 25 دقيقه. مظبوط كده. انا كمشاهد لو انا اتفرجت في الدقيقه 89، يعني انا بفتح التلفزيون، كنت متاخر ولا حاجه، وبفتح التلفزيون لقيت الدقيقه 89 المباراه شغال، انا ما اعرفش ان في كشافات يعني فيها عطل ولا حاجه، ما اعرفش. مظبوط كده. وبعدين لقيت المباراه امتدت للدقيقه 100 من غير ما اعرف ايه الوقت بدل الضايع، وبعدين لقيت عند الدقيقه 100
ورحت رافع حكم رابع بيقوم رافع لي الرايه كده بخمس دقايق. انا يعني انا نسال قانونيه مش عارف قانونيا ايه بالظبط قانونيه. طب هاتوا لنا سمير لكن كابتن سمير عثمان هاتوا لنا كابتن سمير عثمان لو سمحت. في اعتقادي انا اللي انا التحليل بتاعي اللي انا قلته ده اعتقاد مني يعني. ماشي يا ابو كبير انت بس عشان صاحب فضل عليا مش هتكلم معاك فاعمل اللي انت عايزه. طب خلينا نروح للزمالك بقى ده لما الوقت في الدقيقه كام بقى ما تخلونا الشاشه هنا يا جماعه. يا جماعه انا بقى عندي 40 سنه ولا 41 سنه فخلاص العينين بقت صعبه شويه. انا بشوف اساسا التوتات في الاشاره دلوقتي بالحافيه. الدقيقه 73 73 ورجع الماتش في الدقيقه كام بقى برضو شوف كابتن حلمي الزمالك عادي ولا شايف دي بدايه موسم ولا ده وضعه طبيعي ولا ده مستوى العادي ولا مستوى طبيعي ولا في حاجه هو رؤيتك مستوى ونتيجه مفاجاه بالنسبه لي وخصوصا لما اجي ابص على التشكيل اللي بدا بيه نادي الزمالك الاضافه الوحيده على التشكيل بتاع السنه اللي فاتت هو كهربا اوكي واخد بالك يعني في استقرار في التشكيل من الموسم الماضي الاضافه الوحيده كان كهربا حتى بالنسبة للتغييرات النهاردة الإضافة الوحيدة مصطفى فتحي لأن محمد إبراهيم كان موجود لا وحميد وحميد يعني مصطفى فتحي وحميد يعني في ثلاث عناصر جدد هم الإضافة جدد قدامة يعني إذا كان مصطفى فتحي العملية مش غريبة على يعني بعض بالضبط كده يعني العملية ما يعني مش هقول إن السبب ان في عدد كبير من اللعيبه لسه اول مره بيشاركوا او بتاع الكلام ده مش موجود في المباراه دي طبعا النتيجه مفاجاه الاداء مفاجئ بالنسبه لي وخصوصا النهارده نادي الزمالك يمكن كان نقطه الضعف اللي فيه وهي اللي خلت فريق بتروجيت الاكثر استحواذا والاكثر خطوره والاكثر هجوما منتصف الملعب منتصف ملعب الزمالك يمكن في لاعب واحد بس محمود عبد العزيز هو اللي بيجيد الجانب الدفاعي ولذلك كان في لود عالي جدا على خط ظهر نادي الزمالك لان خط الدفاع الثاني بالنسبه لفريق نادي الزمالك لا يجيد القيام بالدور الدفاعي ما فيش غير محمود عبد العزيز هو الوحيد اللي بيقدر يقوم بالدور الدفاعي بتاعه بقيه اللعيبه لا يجيدوا الجانب الدفاعي بشكل كبير مش 100% يعني ده سبب مشكله كبيره جدا في الكثافه الهجوميه لنادي بتروجيت في عدد الفرص الكثيره اللي اضاعها نادي بتروجيت. طيب قبل انا ممكن جروس يكون عايز يعمل مفاجاه يلعب 4-1-4-1 يفاجئ الجميع لكن هو في الحقيقه فاجئ نفسه لان القدرات الدفاعيه قدام بتروجيت كمان في السويس لازم يبقى في نوع من الزياده العدديه شويه في نص الملعب. قبل ما اخد رايك في النقطه دي تحديدا كابتن حماده خلينا ناخد كابتن سمير عثمان ونشوف الحاله الجدليه اللي بيننا في الاستوديو في ملعب الاهلي كابتن حلمي طولان وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني. يا كابتن سمير. يا كابتن سيد ازيك؟ مساء الفل كله تمام؟ بسلم عليكم كلكم في الاستوديو طبعا. وحشتنا والله يا راجل. حبيبي معلش عشان فرح بنت ايمن لجيش الحكم الدولي انا خرجت عشان اتواصل مع حضرتك دلوقتي. الف الف مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب البوفيت فتح وهو عامل الفرع على الخط برضه يا كابتن سيد. ايوه صح البوفيه البوفيه طمنا على البوفيه عامل الفرع على الخط اللي كان بيجري فيه عامل البوفيه فايع قوي يعني. طيب كابتن سمير مدى قانونيه اللي قوله لك ده يعني في الامور التحكيميه صح ولا غلط؟ احنا بنتكلم من خلال الخبره ممكن تبقى اللوائح تبقى القوانين احنا مش مطلعين عليها بشكل كبير قوي. في الدقيقة 73 تحديدا يعني في كشاف من كشافات الملعب الإضاءة يعني بدأت تقل شوية أمين عمر وقف اللقاء وبعدين رجعوا بعد حوالي 9 دقائق 10 دقائق 11 دقيقة يعني أيا كان الوقت وبعدين لما جت الدقيقة 100 جه الحكم الرابع راح رافع 5 دقائق يعني الدقيقة بقت 100. هل في القانون لما يحصل عطل زي ده عطل مفاجئ او عطل لا ارادي او مفاجئ بالنسبه لك تيجي عند الدقيقه 90 تكتب الوقت الضايع 20 دقيقه 22 دقيقه 23 دقيقه ولا الصح اللي عمله امين عمر والحكم الرابع اللي كان موجود النهارده قولوا لي الاسم يا جماعه لو سمحتوا ان هو يجي في الدقيقه 100 ويبدا يحسب بالوقت بدل الضايع؟ بالظبط يا كابتن سيد دلوقتي احنا بنلعب زي ما حضرتك قلت سي مثلا النور قطع فتره معينه تمام اول ما النور بيقطع بقى وخلاص مفيش اضاءه واللعيبه يقدروا ما يقدروش يلعبوا هنا الحكم بيوقف الوقت بتاعه اوكي تمام
يعني احنا لغايه دلوقتي لاعبين 73 دقيقه فقط. اوكي. المتبقي من ال 90 دقيقه ده اول ما النور هيرجع الساعه بتاعته هي اللي هتبتدي من الدقيقه 73، ومع الساعه بتاعته يا كابتن سيد اول ما توصل للدقيقه 90 هيبتدي الحكم الرابع يعني للوقت الضايع اللي هي 3 دقائق. يبقى احنا صح. يبقى في الدقيقه 90، لحظه بس بتاعه الحكم. ايوه، يعني في الدقيقه 90 على الساعه بتاعه الحكم، ولا هي الدقيقه 90 مين اللقاء؟ لا في الدقيقة 90، يعني هو أول ما يوصل للدقيقة 90 بتاعته هو، في ساعته هو، عشان هو الساعة بتاعته هو ما وصل للدقيقة 73. يا فرحة كابتن حلم فينا. طب معلش أنا كمشاهد بقى، يعني أنا بفتح التلفزيون لقيت الدقيقة دلوقتي بقت 89 أو 90 والوقت ممتد لحد الدقيقة 100، أنا ما أعرفش، يعني أنا بداية مشاهدتي للقاء كانت في الدقيقة 89 أو 90 أو 91، تمام؟ أنا ما عرفتش إن في كشاف أو في عطل مفاجئ، ما اعرفش الكلام ده. هل الصح ان تيجي عند الدقيقه 90 وانت تبدا تقول 22 دقيقه 23 دقيقه، يبقى المشاهد او المتلقي او المتابع للقاء يعرف ان في حاجه حصلت استدعت ان الحكم يحسب 24 دقيقه او 25 دقيقه او ايا كان الوقت اللي هيحسبه يا كابتن سمير؟ لا يا كابتن، هنا الهدف الاتحاد الدولي قبل ما معرفه المشاهد انه يلعب الوقت الرسمي القانوني خلال المباراة، تمام؟ حتة المشاهد دي ليها كذا مسؤولية، ليها حاجة إعلامية لازم حد برضو من الموجودين في الاستاد ينوه للنقطة دي، إنما كقانون اللي اتعمل ده أول ما يوصل 73 وقف ساعته، نفترض إنه جه بعد 10 دقايق وربع ساعة، هيستأنف اللعبة بعد ال 10 دقايق وهتبتدي عنده الدقيقة 74. حتى لو قفنا مثلا 10 دقايق 15 دقيقة، الدقيقة اللي بعد ال 73 هتبقى 74، حتى في حالة قعدنا 10 دقايق 13 دقيقة 14 دقيقة. طيب اللقاء الاول والثاني ما كانش فيهم اي حالات جدليه، يعني غير حاجات بسيطه هنجمعها مع حضرتك كده باذن الله بعد ما تخش فرحك مره ثانيه وتبارك لنا كابتن ايمن دجيش. شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان. شكرا جزيلا. طيب ماشي مظبوط يا كابتن حلمي. لا هو كلامنا احنا الاثنين مظبوط، وطبعا هو الحكم مش رابط مع الساعه بتاعت التلفزيون، هو ملوش دعوه. هو عمل ستوب للساعه بتاعته. كلام مظبوط، بيعمل ستوب للساعه بتاعته وبيكمل في الدقيقه 93 ولما تيجي الدقيقه 90 بيرفع 73. فدي هو ملوش دعوه بالربط لغايه شغال لغايه بتلخبط المشاهد نفسه. طبعا، يعني مش عارفين احنا الوقت قد ايه، يعني وصلنا الدقيقه 100 وما نعرفش كام، ده هو كل الوقت ضايع. اقول حاجه، ممكن لو حاجه غير لا اراديه او تحت مش في السيطره، يعني اعتقد ان هو ممكن يكمل كده. ده تحليل، ما اعرفش صح ولا غلط، لكن لو واحد ما هي نفس الكلام، لو واحد مثلا متعور او واحد اتخبط في دماغه ولا حاجه او جول اتخبط في دماغه، ما انت بتوقف اللعب وبعدين بتحسب بقى، بتحسب 10 دقائق او 15 دقيقه او 20 دقيقه. لا بس الوقت كابتن سمير قال لك الاتحاد الدولي والقانون بتاع الاتحاد الدولي هو اللي اقر هذا الكلام، ان انا النور قطع، حد اصيبه فتره طويله بيوقف الساعه بتاعته وبعدين يرجع يشغلها بعد ما تستقر الامور. طب انا مديش عقلي لحد غيري ابدا ابدا. لو حارس المرمى اتخبط في دماغه كمل لك، بس ان احنا مره كنا بنلعب في ربع ساعه ماتش سعيد بكولا، انت عارفه الحكم المغربي الله يرحمه، ده كان واحد ده حكم نهائي كاس عالم في فرنسا والبرازيل. فرنسا كسبت في البرازيل 3-0 لو تفتكروا. كان بيحكم لنا مباراه في البطوله العربيه، والجون مع مولوديه الجزائر اللي بتاخدني الذاكره ولا حاجه، اتخبط في دماغه قعد حوالي بتاع ربع ساعه او ثلث ساعه. جه في الدقيقه 90 راح مدي 20 دقيقه. انا معاك مدي 20 دقيقه. ايه الفرق ما بين ولكن سمير بقى يعني يضحك عليه. ممكن ده حاجات مستحدثه في قانون التحكيم، ممكن. يعني المهم طيب. ان يكون نادي الزمالك خد الوقت المستحق ليه بالظبط، سواء الكابتن رفع يعني بالزبط. بعد كده في الدقيقه 100 او الدقيقه 90، المهم ان يكون نادي الزمالك خد حقه، يعني في الوقت الضايع الفرقتين. الزمالك كان الاخطاء. طيب كابتن حماده، خلينا نرجع للنقابه، اقول لك التشكيلتين، يعني تشكيله بتروجيت وتشكيله الزمالك، عشان نروح للنقطه اللي صارها دلوقتي كابتن حلمي طولان، نقطه في منتهى الاهميه. بتروجيت يعني كان بيلعب النهارده بمحمد ابو النجا، احمد صبحي وابراهيم القاضي واحمد عبد الرسول واحمد السباعي، احمد لالا واحمد العجوز وبيكلي وحميد ماو ده تنزاني، واحمد زولا واحمد رؤوف. دي التشكيله اللي خاض بيها او اللي بدا بيها بتروجيت. على الجانب الاخر والزمالك، جنش كان له دور كبير جدا في خروج الزمالك النهارده متعادل، وحمد النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغني واحمد ابو الفتوح ومحمود عبد العزيز، وقدامه بقى رباعي عبد الله جمعه ويوسف اوباما وايمن حفني ومحمود كهربا وكاسومو. اثار كابتن حلمي ان الزمالك بيلعب النهارده باربعه وقدامهم محمود عبد العزيز بس، وبعدين اربعه وبعدين كاسومو. شايف ان الموضوع ده كان
يعني مفيد لنادي الزمالك ولا مضر لنادي الزمالك؟ لا احنا قبل المباراه طبعا الناس كلها بتتكلم على التدعيمات اللي في نادي الزمالك وشكل نادي الزمالك الموسم الجديد شكله ايه، فيمكن كان مفاجاه لينا كلنا طريقه الاداء في الملعب، التنفيذ بتاع 4-1-4-1 التنفيذ في الملعب ما كان سيء، يعني المفروض التطوير او بطلع بكره من تحت ازاي. نادي الزمالك كان كل الوقت بيلعب كره طويله، كانت عامله مشكله يعني لنادي الزمالك في التحضير في بناء الهجمه. التطوير نفسه الهجومي ما كانش على المستوى بتاع الطريقه نفسها، يعني الطريقه نفسها دي طريقه جيده جدا لو اتنفذ صح، الشق الهجومي بتاعها والشق الدفاع بتاعها بتملى ازاي، نص الملعب بتملاها كويس. لا كان في مساحات، نص الملعب بتاع بتروجيت كان هو المستحوذ على المنطقه اللي هو حميد ماو والعجوز، اتنين جيدين جدا، مش دفاعيا بس، دفاعيا وهجوميا، يعني بيبنوا الهجمه بشكل كويس جدا، بيطلعوا بالكره بشكل كويس، الخطوط متقاربه في نادي بتروجيت قريبين من بعض، بيقدروا شمس بيكلي عمل كصانع لعب وخطوره وتحركاته جيده جدا في المساحات اللي كانت موجوده واضحه جدا في نادي الزمالك، يعني ايمن حفني ويعني مين جنب محمود عبد العزيز ما كانوش بيرجعوا بيأدوا الدور الدفاعي او يقفلوا المساحات، لكن في مساحات كبيره جدا في ارتداد في الناحيه الدفاعيه لنادي الزمالك، ما كانش فيه ارتداد جيد في وسط الملعب، كان بيستغلوا بتروجيت بشكل جيد، بتروجيت يمكن واحمد عبروف لو في الحاله الجيده بتاعته كان ممكن النهارده يبقى يشكل خطوره كبيره جدا، لكن تحركاته النهارده كويسه، يمكن هو ما سببش ما عملش خطوره على نادي الزمالك خالص، ولكن كان بيتحرك للقادم من الخلف بشكل جيد، بيخلق مساحات كويسه ليهم. وطبعا اختيارات جيده جدا لطارق يحيى، شفنا زول النهارده لعيب كويس جدا، حميد لعيب كويس جدا، العجوز طبعا من اول، لكن الاختيارات الجديده اللي عنده تدعيمات ايجابيه بالنسبه لبتروجيت النهارده، قدوا مباراه كويسه جدا. الزمالك كان زي ما قلت فاجئ الناس كلها باداء، ما فيش تفاهم خالص في الملعب، في تضارب في يعني مثلا في الوظائف بتاعت اللعيبه، من كهربا من ايمن حفني، ارتدادهم بطيء جدا، يمكن اللي بيتحرك كسونج بيتحرك كفرديه، الفرديه كانت هي الغلبه اكتر على نادي الزمالك النهارده، من ايمن حفني من كاسونجو حاجات طويله من ورا، لكن في ثغرات كثيره واضحه عند نادي الزمالك دفاعيا واضحه قوي يعني. طيب خلينا ناخد من كابتن اسامه اسباب تفوق بتروجيت بقى، يعني اتكلمنا على الزمالك بشكل بسيط. بس في حته عايز اضيفها وعايز اخد راي كابتن حلمي فيها بالنسبه لنادي الزمالك. لو رجعنا بدايه من فتره الاعداد، نادي الزمالك بدا فتره الاعداد في القاهره مع كان مع كابتن خالد جلال لما كان متولي القياده الفنيه، بعد كده تم الاستعانه بجروس وسافر الفريق لالمانيا لاستكمال فتره الاعداد الثانيه في المانيا. المباريات الوديه اللي كانت في المانيا ما كانتش على قدر فتره الاعداد، ما كانتش من المباريات القويه اللي ممكن تقدر تعد فيها التيم وتقدر توظف الطريقه بتاعتك اللي انت تلعب بيها في الدوري. نادي الزمالك بدا فتره الاعداد في المانيا بدايه مع الوصل الاماراتي 5-1 نتيجه كبيره، بالرغم ان الوصل الاماراتي برضو مش من الفرق القويه اللي ممكن تعدك في بدايه فتره الاعداد. تاني مباراه كانت مباراه قليله شويه او ضعيفه مع مقاطعه في المانيا، والمباراه يعني لم يتم استكمالها عشان كان اصابه احد اللاعبين. لما رجع نادي الزمالك مصر لعب قصاد الجونه ولعب قصاد الانتاج. في كل المباريات كان جروس بيلعب بتشكيل في الشوط الاولاني وتشكيل في الشوط الثاني، ما كانش مثبت طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بيها. فدي ممكن يكون من ضمن الاسباب النهارده نادي الزمالك دخل مباراه بتروجيت تحس ان اللعيبه مش متحفظه. انا كان عندي فتره طويله بس جروس كان بيشتغل فيها مع نادي الزمالك ومع اللعيبه، النهارده قلنا حتى ممكن اللعيبه تلاقيها متحفظه في كور الثابته، متحفظه النهارده في الادوار الهجوميه. النهارده لا، تحس ان اللعب زي ما كابتن حماده بيقول، لعب النهارده فردي، كله بيعتمد على الفرديه، على ايمن حفني هيستلم الكره النهارده مهاره فرديه، كاسونجو عايز مساحات، حتى كهربا لو كان بيستلم الكره النهارده كان بياخد الكره برده بيشتغل فردي. الحاجه الثانيه برده النهارده في نادي الزمالك اللي ممكن يعني لازم نادي الزمالك يفكر فيها من دلوقتي، واحنا لسه في بدايه الدوري والنهارده برده نتيجه للزمالكاويه، النهارده بدايه متعثره نادي الزمالك برغم الصفقات الكبيره اللي ابرمها نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت، هو الجهاز الفني. الجهاز الفني النهارده بيمتلك جروس، مدرب اجنبي، اثنين مساعدين مدربين اجانب، مدرب اللياقه البدنيه جزائري، حتى مدرب حراس المرمى
برضو أجنبي سويسري. فالنهارده المصري الوحيد الموجود في الجهاز الفني لنادي الزمالك هو أمير عزم. أمير عزم من المدربين اللي هيبقى ليهم مستقبل في الكرة المصرية، وهيبقى ليه مستقبل في التدريب. لكن النهارده هل نادي الزمالك لازم يكون موجود الفترة الجاية مدرب مصري مساعد مع جروس يبدأ يبين له الرؤية ويديله وضوح في الدوري المصري؟ إن الدوري المصري مش مشوار طويل. الزمالك داخل في الكونفدرالية، عنده كأس مصر، عنده البطولة العربية. فهل محتاج واحد خبرة كبيرة في نادي الزمالك من أبناء نادي الزمالك يكون متواجد في الجهاز الفني يبدأ يوضح الرؤية لجروس؟ بس حبيت قبل ما نتكلم ونكمل حديثنا دي نقطة في منتهى الأهمية، حابب تعلق على النقطة دي كابتن حلمي أو كابتن حمادة؟ أنا مش معاك. أنتوا مديرين فنيين لا لا أنا مش مع أسامة في حتة مدير يعني يكون مع مدرب كبير. لا لا قصدي مساعد. ولا مساعد؟ الكرة المصرية كابتن حمادة يعني النهاردة يعني ممكن يعني ما اخدش الحاجه زي ما هي جايه من بره ان انا يبقى كله اجانب. هو يعني هو انا اشوف ايه اللي يناسبني يعني ممكن في حاله وصول بين اللعيبه والمدرب بيقعد فتره حتى المدرب كبير بيقعد فتره عشان يكتشف قدرات لعيبته. ما دي ممكن بيكتشفها في فتره الاعداد. بص اكتشفها في فتره الاعداد مع الماتشات الوديه، هو ما خدش الفرصه دي، ممكن يكتشفها من خلال الدوري يعني هيقع في الماتشات هيمشي كويس لغايه ما يكتشف ويرسى على التشكيل وطريقه اللعب والخطه اللي هيلعب بيها. يعني النهارده دي من التجارب اللي بيعملها، يعني التجارب ده اكنه مباراه من تبع فتره الاعداد. بس التجارب في الماتشات الرسميه بتبقى خطر بقى. بقول لك هي دي راجع على للمدرب نفسه. طيب يعني استاذنكم لان انا معايا واحد من الناس المحترمه جدا جدا واللي سايبه بصمه كبيره جدا في الانديه اللي مرنها وكان متواجد فيها وعامل بصمه كويسه جدا في الموسم اللي فات مع نادي الاتحاد السكندري وبدايه كويسه جدا السنه دي، كابتن محمد عمر مدير فني لنادي الاتحاد السكندري. تحياتي ليك وتحيات كابتن حلمي وكابتن حمد الصدقي وكابتن اسامه. كابتن سيد مساء الخير وبمسي على الكباتن الكبار وحبايبي واخواتي وربنا يوفقهم ان شاء الله. سيبك من التعادل وضربه الجزاء اللي ضاعت، ايه التقل اللي انت فيه ده؟ يعني 1-0 مفيش مشكله عادي جدا، يعني ده جول برضه يعني مش حاجه عاديه. طبيعة يا كابتن محمد عمر خريج رومانيا برضه. رومانيا برضه؟ اه خريج طبعا رومانيا. هو استاذ الدق لكل بقول لك ايه ده كابتن حلمي، كابتن حلمي بيقول لي من تحت لتحت كده بالصوت بيقول لي ده خريج رومانيا برضه. اه ما هو عارف الموضوع. كابتن عمر قول لي البدايه بالنسبه لك ومدير فني لنادي الاتحاد السكندري بعد حاله من الاستقرار مع الاتحاد السكندري وحاله من التفوق كمان وابرام صفقات جديده. اللقاء وكنت منتظر منه ايه؟ والله انا الحقيقه كنت منتظر المكسب. ان احنا الحقيقه دعمنا بشكل كويس، عملنا فتره اعداد كويسه جدا، لكن يعني انا عارف ده طبيعي والكباتن الكبار عارفين يعني بدايات موسم اكيد ما بيبقاش كل شيء مكتمل، لا النواحي البدنيه ولا الخططيه ولا الانسجام، لان في مجموعه كبيره من التعقيدات الجديده تاخد لك 3-4-5 ماتشات كده لحد ما الامور بتتظبط. لكن يعني انا عاذر اللعيبه النهارده الحقيقه، رغم ان كان من السهل جدا ان احنا الشوط الثاني نحسم بضربه الجزاء، لكن يعني كنت متوقع الاداء ما يبقاش 100% وده امر طبيعي جدا. الجزء البدني ما كانش مظبوط، في بعض العيوب زي الرقابه زي المان تو مان، الكلام ده الحقيقه ما كانش او كان موجود بنسبه 50% بس. وبالتالي انا بقول الحمد لله على التعادل، لان كان المقاولين الحقيقه في اخر دقيقه ممكن يسجل هدف. يعني اجمالا انا شايف الامور راضي عنها، يعني راضي عن النتيجه. طيب انت من المدربين انت من المدربين او المديرين الفنيه كابتن عمر اللي بتحدد مين يشوط ضربات الجزاء في المحاضره ولا بتسيبها لحاله اللعيب والحته النفسيه والمعنويه في المباراه؟ لا بتحدد كل شيء. بتحدد رقم 1 خالد قمر، رقم 2 خالد غندور، رقم 3 ديدي كوري، يعني بتحدد كل شيء، بتحدد اسماء المحاضرة. خالد قمر من الناس اللي بتشوط كويس على فكره. طبعا هو مش موفق، يعني مارادونا ضيع اساسا يعني. لا هو النهارده بشكل عام ما كانش موفق الحقيقه، خالد احسن من كده كتير، ورغم هذا سبته في الملعب لان خالد بطبيعته هداف، كان سهل يجيبه في اي وقت، لكن ما كانش موفق النهارده وده امر طبيعي. يمكن انا لسه مكلمه من شويه وطيبت خاطره وقلت له ده امر طبيعي وده وارد في كره القدم، يعني ما عندناش مشكله. طيب يعني السؤال اللي هقوله لك ده ممكن تجاوب عليه يعني وممكن زي ما انت حضرتك عايز يعني تجاوب بشكل واضح وصريح، ولا حضرتك ردك عندك يعني. هل الاتحاد من وجهه نظرك السنه دي كبدايه
افضل من يوم ما مسكته انت بعد ابرام صفقات كبيره. يعني انت لما جيت كانت الامور متعثره بشكل كبير قوي، يعني الحاج محمد مصلحي او الاستاذ محمد مصلحي عمل صفقات حوالي 6 أو 7 في نص السنه، وحضرتك طبعا وكابتن محمد ابراهيم والناس كلها عملت مجهود كبير قوي عشان يطلع الاتحاد من مكانه لمكانه. لكن من وجهه نظرك انت معاك التشكيله او معاك عناصر تساعدك على يعني مركز احسن من السنه اللي فاتت، ولا شايف ان ختام الموسم اللي فاتت كان بالنسبه ليك كفرقه احسن من السنه دي؟ لا، هو الختام كان كويس الموسم الماضي، الحمد لله اللعيبه ادوه بشكل كويس. الصفقات اللي موجوده وتعاقدنا معاها في مجموعه كبيره لسه الحقيقه ما دخلتش مع الفريق، يعني الحقيقه عندي فرقه ثانيه كمان كويس. انا شايف ان مع الوقت ومع الانسجام ومع اكتمال النواحي البدنيه والخططيه، لا، نادي الاتحاد قادر ان شاء الله انه يؤدي ويبقى في مركز افضل من السنه اللي فاتت. طيب انت هتبقى مع الترجي يوم 9 تقريبا. نعم، 9 هنا 9، بس قبلها في الزمالك يوم 5. اوكي، ده انت عندك عندك مباراتين صعبين قوي. يعني فيهم 4 الزمالك، عندك الزمالك وبعدين الترجي. بعد الترجي يوم 9 ان شاء الله. يعني انت عندك المقاولين، زمالك، ترجي، وبعديها اسماعيلي، مصر. على البركه كابتن محمد عمر، الله يكون في عونك. ربنا بالتوفيق بالتوفيق. كابتن علاء نبيل المدير الفني للمقاولين العرب. كابتن علاء، مساء الفل، تحياتي ليك وكابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه حسني. سلمنا عليهم جميعا، ويعني بديهم وحشه كبيره ليا والله. حبيبي يا كابتن علاء. كابتن علاء، يمكن المباراه النهارده مع الاتحاد السكندري كان فيها يعني توقيت او فيها بعض فتراتها كده المقاولين تسيدها تماما، في خصوصا حتى في الاخر، حتى اخر لحظه واخر دقيقه كان ممكن المقاولين يتفوق ويحرز الهدف الثاني رغم تاخره اساسا في البدايه عن طريق بناهيني. راضي عن التعادل ولا بالنسبه لك نقطه كويسه طبعا، ولا انت كنت شايف ان انت تستحق اكتر من كده؟ لا والله مش راضي عن التعادل، بس في اوقات كابتن تقول الحمد لله فعلا، يعني دايما الحمد لله. لكن النهارده الظروف كانت صعبه جدا، الحكم كان قاسي علينا جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده بيلعب 3 لعيبه تحت السن وال 97، بيلعب 4 لعيبه اللي هو بره يلعبوا دوري الممتاز، بتتكلم 7، يعني انت بتتكلم في 4 لعيبه فقط قدام موجودين. الو، معاك كابتن، اتفضل. ايوه، بس فالظروف صعبه، بتلعب بدايه دوري عام مباراه افتتاحيه مع الاتحاد السكندري في اسكندريه، في ظروف بتخليك تطلع تقول لا ده كده كويس قوي الحمد لله نقطه. النهارده لما تيجي اخذ ربع ساعه عليك ضرب الجزاء وعليك ضرب و يعني برضه الظروف صعبه، لكن الحمد لله احنا بنقول عناصر جديده برضه. معلش عشان تكون واضح طبعا، احنا كل كلامنا كان مع اللعيبه، احنا بنشتغل فتره اعداد على نص ساعه الاخيره في المباراه. لو طلعت حضرتك اخر نص ساعه في المباراه، برغم ان احنا كنا ناقصين عدد، ان احنا كنا زي ما حضرتك تفضلت قلت، احنا كنا متسيدين المباراه وبنلعب لاخر دقيقه، كان ممكن كريم مصطفى يجيب الجول الفوز بالرغم ان احنا كنا ناقصين واحد. طيب، هي دي يعني كنا بنشتغل عليها. وتاكيدا لكلامك، يمكن الجول اللي احرزه الاتحاد السكندري كان من خطا لايهاب سمير من اول مره. ايوه، احنا جبنا الخطأين. ايهاب سمير لعيب كويس. لعيب كويس. طب قول لي بقى، المدرسه اللاتينيه، يعني انت دخلت على كلنا بنروح للمدرسه الافريقيه، غانا، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، انت بعدت شويه بالمقاولين العرب وبرازيل وكولومبيا. كولومبيا طبعا. اتفضل. قول لي انت النهارده، معلش باحترامي، خلي فرقه البخاصة على جنب، المشاركين جون انتوي وفابيو والثالث مش فاكر اسمه، اريك، الثالث اريك. تمام. قول لي انت محترف، افريقيا كانت نجيب في الدوري الممتاز، النادي الاهلي ازارو، اجاييه يجي في المقام الثاني، لكن انت ازارو هو نمره واحد بصراحه، يعني اعتبر محترف الارض في النادي الاهلي. فانا مش شرط ان انا اجيب فتره سمراء جوه السنه عشان اقول انا عايز انا النهارده بشوف احتياجاتي ايه، يعني انا عايز لعيب سريع، عايز لعيب مهاري، عايز انت لعيب افريقي في مصر النهارده عنده واحد سريع يقدر مثلا عنده السبرنت بتاعه سريع، لا بتتغير كل واحد. فانا لما جيت كان عندي 3، كان عندي ويليام وعندي دوري كيمرت وعندي دي. اقل واحد 33 مباراه، اقل واحد فقط جنبه. اوكي. النهارده انا هستفيد ايه؟ يعني ايه الهدف اللي انا
اخليهم او استفيد بيهم. بس جت الى مدرسه فرنسيه وكولومبيه. على فكره لويس انا غيرت ده هو قد كده دي مره. لا لو قعد عنصر مهم جدا مهم جدا ده سريع جدا. انا متذكر لا انا قلت حضرتك انا يعني انت مش عايزك تبقى ورقي لكن ده اسرع لعيب لكن هو النهارده حته اللي هو اول ماتش في الدوري المصري يعني خدت منك شويه. اكيد. طيب انا كل ثقه فيك يعني طاهر محمد طاهر لعيب كويس جاهزه كده تمام التمام عشان لحد النادي الاهلي ياخده يا كابتن علاء. ابعد عنه عشان الاهلي ياخده يا كابتن علاء. جاهزه كده احنا واثقين فيك واثقين فيك قوي يعني. بالتوفيق كابتن علاء. بالتوفيق كابتن علاء. شكرا جزيلا. اسامه عايز تقفل النقطه اللي انت اتكلمت فيها؟ انا هرد عليه بقى بالنسبه لحته المعايشه معايشه الجهاز الفني مع الفريق ومعرفته بيها ومحتاج هل هو محتاج مساعد معاه مصري عشان يقدر يضيء له الطريق ويوضح له بعض الامور. والراجل اشترط من الاول انه هيجيب الجهاز بتاعه. رأيك عايزين رأيك انت مع ده ولا يعني ضد ده؟ انا افضل ان برضو يبقى معاه حد عنده دراية باللاعبين عنده دراية بالفرق اللي بتلعبها كمان. بالفرق اللي بتلعبها يعني كان المفروض يبقى معاه حد برضو كبير عشان يساعده في الحتة دي. طيب لكن انا عايز اقول لك حاجة يمكن المعسكر ما كانش على مستوى عالي. أوكي. وده باعتراف رئيس النادي ذات نفسه. أوكي. قال لك انا غير راضي عن المعسكر وعن اللي حصل هناك. عدد المباريات اللي لعبها الفريق غير كافي. الاربع مباريات ثلاث مباريات ونص غير كافيين بالمره عشان يجهزوا تيم يوصلوه لدرجه مناسبه في الجانب من الجانب الفني. اعتقد ان كان محتاج مباريات افضل من كده، كان محتاج مباريات اقوى من كده، عدد اكبر من كده من المباريات. طيب خلينا نستحضر روح كابتن فاروق جعفر شويه. يعني هو اول ما يتكلم في حاجات كتير قوي يقول لك ايه نتكلم فني بقى نتكلم فني. يعني اعتقد ان هو يعني في تشكيلته او بالطريقه اللي كان عايز يلعب بيها كان عايز يلعب بمحمود عبد العزيز ويحضر كتير، كان عايز يحضر كتير هو في نص الملعب، يحضر عن طريق محمد عبد الغني، يحضر عن طريق الونش، يعني محمود عبد العزيز ياخد جنب شويه كده وبعدين ينزل اوباما او ينزل ايمن حفني من عالي شويه يستلم الكره وهو فاضي خالص يبدا يحضر. اعتقد ان هو كان ده في تفكيره. اعتقد ده، واعتقد ان هو برضه بتشكيله ده كان عايز يعمل ضغط قوي، ضغط فني. ناخد راي كابتن طارق يحيى ممكن يقول لنا هو اللي في الملعب. كابتن طارق مساء الفل عليك وتحيات كابتن حلمي طولان وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني ليك. حبايبي كلهم كابتن حلمي كابتن ازيك كابتن وحماده وحبيبي طارق يا كابتن طارق ازيك بتفضل حبيب. ساكت انت ساكت لكن من ورا السكوت ده كلام كتير جدا بحييك النهارده على ادارتك للقاء، بحييك بجد يعني بحييك على 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 حتى توقيت التغييرات اللي انت عملتها رائع جدا هدوءك في الملعب وسيطرتك وتركيزك وتدخلك في الوقت الصحيح، كنت الافضل كنت الاحسن كنت المسيطر كنت الاكثر فرصا على المرمى، يعني تعدت الفرص حوالي 6 أو 7 كابتن طريح. حبيبي يا كابتن سيد بمس عليك طبعا وعلى كباتن مصر المغربي كابتن حلمي وكابتن حماده الله يخليك يا طارق كابتن اسامه منورين الله يخليك. ما فيش شك الحمد لله المباراه صعبه جدا انك تقابل تيم الزمالك في اول مباراه وانت مجدد التيم بالكامل، احنا مجددنا التيم بالكامل التيم بالجست كل اللعيبه مشي، انت بتتكلم في 3 لعيبه فقط من الموسم اللي فات موجودين في ارض الملعب. وده يمكن احنا ده اللي خلانا بدانا بدري، بدات يوم 15 رمضان بالظبط تحديدا فتره اعداد قدرنا نجمع بعض اللعيبه اللي من الممتاز ايه فاهمني زي عبد الرسول اللي المساك النهارده السباعي نادي النصر عبد الرسول عندك رضا محمد رضا الاحتياطي النهارده باك اليمين من بني التمنود مجموعه من اللعيبه حميد ما وده منتخب تنزانيا لعيب كويس لعيب كويس قوي لعيب كويس قوي طيب اتفضل يا كابتن ضد منتخب مصر هنا فكل التوليفه دي يا كابتن سيد محتاجه كانت وقت فالوقت انا لازم كنت اديه لهم بشكل كويس عشان يظهروا في هذا النظر فالحمد لله بدايه الموسم بدري علشان انا عارف انا هعمل ايه وعارف ان اللعيبه دي محتاجه انها تلعب ماتشات كتير احنا لعبنا 14 مباراه ودي وطبعا كثرت الماتشات بشكل كبير اديتهم فتره من الاعداد البدني والخططي فتره طويله جدا عشان يحفظهم الشغل الهجمي عليه
بالنسبه لمباراه الزمالك انك تقع مع الزمالك في ماتش بالنجوم الكبار الموجودين بالملايين اللي اتصرفت حاجه غريبه جدا. وفي نفس الوقت حاجه في نفس الوقت تقلق وتخوف طبعا، انك انت هتلاعب اللي بينزل محمد ابراهيم واللي بيطلع ايمن حفني اللي بينزل مصطفى فتحي بيطلع اوباما. اوكي، بتتكلم في نجوم نازله ونجوم طالعه. فالاعداد النفسي للماتش كم من اسبوع. كل يوم يا كابتن سيد كنت بقعد اتكلم مع الولاد في ازاي نقابل الزمالك وازاي نفسنا نبقى كويسين وازاي 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 وما تخافش لما تنفرد بمرمى الزمالك. لانك انت لما بتنفرد بمرمى فريق في نفس المستوى بتحطها بتيجي في الزمالك بتتخض. انا مش عايز دي، لكن ده اللي حصل. اه مظبوط صح، يعني ده اللي حصل النهارده. مظبوط، رايحين اكتر من 7 مرات. ده الشوط الاول. الشوط الاول انت بتتكلم في حاجه 4-5 اهداف مؤكده. طب خليني اقول لك، انا قريت من المشهد ايه وانا بتفرج على اللقاء وحضرتك برضو تتكلم معايا وبعدين اسالك سؤالي الاخير. انا قريت المشهد ان انت حطيت احمد رؤوف كمحطه اساسيه تحتيه حميد ماو اللي هو لعيب تنزانيا، واحمد زولا ناحيه الشمال، وبيكلي بيغيروا مع بعض. ده عنده سرعات ومهاره وده عنده سرعات ومهاره، وحميد ممكن يلعب الناس وينزل في نص الملعب، لكن الاساس ان احمد رؤوف هو المحطه اللي ممكن تستند عليها والباقي كله جاي من ورا سرعات. بالظبط مظبوط يا كابتن سيد. احمد رؤوف تحتيه بيكلي مهم جدا، لعيب مهم جدا محوري بيلعب تحت راس الحربه وبينزل في نص الملعب وبياخد محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز بينزل يستلم كتير، فانا مديله مهام خاصه في ان هو يشتغل مع محمود عبد العزيز والاثنين اللي في نص، لان الراجل بيلعب 4-1-4-1. اوكي. ماو حميد ماو بيشتغل على الزياده في نص ملعب سواء محمد ابراهيم او اوباما في الشوط الاول، اوباما وايمن حفني، والعجوز بياخد ايمن حفني. اوكي، يعني انت بتشتغل بالثلاثه بتوع نص ملعب على الثلاثه بتوع نص ملعب بتوع نادي الزمالك. اوكي، وبالتالي ضغطنا عليهم بشكل كبير. هي محور اداء نادي الزمالك حاجتين، حاجه وانا تابعت المباراتين الوديتين اللي شفناهم بشكل جيد وتابعناهم بشكل جيد، محمود عبد العزيز لاعب ينزل يستلم هو اللي بيلعب، ده ضغط عليه ما بقاش يشتغل الشغل ده خالص. ضغط عليه من حق بيكلي، والكوره الطوليه اللي على الاطراف تلاقي من عند محمود حمدي او من عند عبد الغني اتقفلت عن طريق احمد صبحي وعن طريق السباعي، وكان بيميل الناحيه دي القاضي او الناحيه دي كاليبرو شغال. وبالتالي حاصرنا نادي الزمالك. كانت القصه كلها في مهاره كهربا، مهاره محمد ابراهيم، ايمن حفني، فردي، كل بقى الامور دي فرديه بقى حسابها وعالجناها بشكل جيد. فالحمد لله الولاد يعني عملوا شكل. وازيد لك كمان من الشوطين على الاهداف اللي ضاعت الشوط الاول، لان دي كانت ممكن تكلفنا في ثانيه هدف. صحيح صحيح، وخساره 3 بوند. صحيح، كانوا في المتناول. طيب وكمان ازيد لك من الشعر بيت، زي ما حضرتك بتقول حتى محمود عبد العزيز وهو بيلعبهم لما كان بياخد طرف من اطراف الملعب في تحضير الهجمه بالنسبه لنادي الزمالك كان ممكن ينزل ايمن حفني، كنت بتنزل واحد وراه برده ما بيسيبوش يستلم. اكيد، ما ايمن حفني كان معاه العجوز، حميد ماو كان معاه اوباما ده الشوط الاول، وايضا بيكلي كان بيشتغل على محمود عبد العزيز. طيب سؤالي، قفلت نص الملعب بالثلاثه دول بتوعك بحيث ان هم يشتغلوا ادوار دفاعيه، وفي نفس الوقت المرتد بقى لان ايمن حفني مش هيرجع وبقى مش هيرجع وشرح برضه محمد ابراهيم مش هيرجع مصطفى فتحي مش هيرجع، فبالتالي انت عندك سرعات قدام سواء زولا على ومساحات، سرعات ومساحات تقدر تستغلها. سؤال بقى، او لا كصراحتك المعهوده الدائمه، يعني فوجئت باداء نادي الزمالك النهارده ولا بالنسبه لك كان شيء متوقع؟ ليه؟ فوجئت باداء نادي الزمالك، يعني كنت متوقع ان اداء نادي الزمالك يبقى بالشكل اللي انت شفته ده ولا كان شيء متوقع بالنسبه لك؟ بص يعني انا مش منجم، لكن انا من خلال متابعتي لمباراتين الجونه والانتاج الحربي انا كنت متوقع اداء الزمالك. هقول لك الاسباب الرئيسيه. الفتره اللي قضاها الراجل مع نادي الزمالك لغايه دلوقتي غير كافيه ان هو يقرا اللعيبه كويس. فهو لسه ما وصلش التشكيله، ده رايي الشخصي، لسه ما وصلش التشكيله هو عايزها، هو بيلعب على اساس قدرات معينه شافها في التدريبات. اوكي. لكنه في نفس الوقت ما وصلش لمرحله من القناعه ان هو مثلا يحط طارق في الحته دي او يحط ابراهيم في الحته دي او يحط محسن في الحته دي. انا ده تفكيري، وخلي بالك ده اللي انا لعبت عليه وقلت اللي لعبت عليه، ان الراجل ما كانش عنده فتره كافيه خالص ان هو يشتغل بشكل كويس بارتاحيه كويسه، وما كانش عنده وقت. الثلاث ماتشات الودي اللي اتعملوا في القاهره، وماتشين الودي والماتش بتاع المانيا، ما يديش للراجل
حريه في ان هو يفهم قدرات اللعيبه بسرعه. أوكي. وبالتالي هو هيعاني في اول اربع خمس لقاءات لان هو لسه ما وصلش التشكيله من وجهه نظر الشخصيه، ممكن يكون كلامي غلط لكن ده توقع من خلال المباريات اللي اتعملت. على العموم على العموم خليني اقول لك كابتن طارق يحيى اديت مباراه رائعه جدا جدا، كنت تستحق الثلاث نقاط مش نقطه واحده كمان النهارده من اللقاء، يعني شكرا جزيلا ليك. اتفضل كابتن حلمي كمان. حبيبي احنا وقفنا عند كنا بنتكلم على الامر الفني. اتفضل. هل يستعين بعنصر اخر من المدربين المصريين المحليين ولا لا؟ فانا قلت طبعا انا كنت اتمنى ان يكون معاه احد ابناء النادي اللي على درايه كامله باوضاع الفريق وباللعيبه وبامكانياتهم، ده كان هيساعد الرجل، وخصوصا ان زي ما طارق بيقول الفتره اللي قضاها الرجل مع الفريق صغيره، مش فتره كبيره يعني عشان يقدر يحط ايده على كل عناصر الفريق. لسه بدري وطبعا لسه بدري. فدي نقطة كانت مهمة جدا، وقلت برضو ان رئيس النادي ما كانش راضي عن فترة الاعداد اللي اتعملت، خصوصا عدد الماتشات الودية اللي اتعملت. النهاردة الرجل لاعب باربعة في خط الظهر وقدامهم محمود عبد العزيز، واربعة على مستوى عالي جدا من المهارة والقدرات الهجومية العالية، اللي هو عبد الله جمعة ويوسف اوباما وايمن حفني وكهربا، وقدامهم كاسونجو. هو بهذا الشكل حب يضع فريق بتروجيت تحت ضغط العناصر الفنية العالية اللي موجودة دي. لكن هو طارق أمن دفاعاته بشكل جيد جدا، واستغل عدم رجوع هذا الرباعي لمنتصف ملعب الزمالك للقيام بالدور الدفاعي. هذه الجزئية في أنه يهاجم بشكل قوي جدا نادي الزمالك ويضيع فرص كتيره جدا ثلاث نص الملعب. انا بالظبط اتفق معاك تماما كابتن حلمي في الموضوع ده تحديدا. ليه الكره النهارده ما بقتش عناصر ضروري بتقوم بالواجب الدفاعي، ضروري تقوم بالواجب الدفاعي مهما كانت قدراتك الفنيه ومهما كانت قدراتك الخططية، ضروري ترجع تقوم بالواجب الدفاعي وإلا بتنقص واحد أو بتنقص اثنين أو بتنقص ثلاثة في الجانب الدفاعي، وده في منتهى الخطورة على الفريق اللي بيدافع. طيب كابتن حمادة، يمكن الناس كانت مستنية كهربا، كانت مستنية مصطفى فتحي، كانت مستنية بعض العناصر اللي موجودة أو تم إعارتها السنة اللي فاتت ورجعت من جديد، ممكن ما يكونوش جاهزين رغم مثلا أن كهربا كان في كأس عالم. مصطفى فتحي قد يكون له العذر اصابه ولسه مش جاهز. بص هنتكلم على النقطتين، يعني زي ما قلنا في نفس الكلام اللي قلناه طارق قاله. طارق لعب على المنطقه اللي تحضر فيها، اللي نادي الزمالك بيحضر فيها الشغل كله، لو اوباما وايمن حفني ومن تحتيهم محمود عبد العزيز، هو منع حته التحضير خالص، فخلى الزمالك لجأ الى غير من اسلوب لعبه. بوظ له يعني ايه، هو حاطط الناس المهاريه في نص الملعب تحت راس الحربه اللي هي تبتدي تشتغل فردي وجماعي ويستغل السرعات بتاعه كاسونجو، فحاطط اثنين من تحت كاسونجو اللي هو اوباما وايمن، وعلى الاطراف حاطط بادئ بعبد الله جمعه وكهربا. كهربا واضح اللي هو ما اعرفش البدني بتاعه مش مستوى كهربا خالص، والبدني على المجموعه كلها وضحت كمان في الاخر في الارتداد، يعني اول ما الزمالك بيتقطع منه الكوره بلاقي المساحات كبيره قوي في نص الملعب اللي استغلها طارق يحيى بشكل جيد، اللي هو كان بيلعب على النقطه دي، اللي هو مفضي على طول بيكلي، هو الراجل ده على طول اول ما بيقطع كوره بتروح لبيكلي، هو اللي بيبتدي يشتغل بيصنع اللعب في ظهر نص ملعب الزمالك. في ظهر نص ملعب على طول، كانش فيه غير محمود عبد العزيز، حتى محمود عبد العزيز كان بيزيد مع الاربعه كمان، فبيبقوا خمسه قدام، فالرد بتاعتهم بيرد واحد ولا اثنين، مش المجموعه كلها بترد بشكل جيد. يمكن الناحيه الهجوميه الاطراف كمان ما شفناش غير النجاز في الثلث الاخير هو اللي كان مشتغل صح بيها، لكن الناحيه الثانيه ابو فتوح يمكن كان واقف شويه، كان واقف كان ما كانش بيأدي الدور اللي يمكن كان قافل عليه كهربا، يعني ما اشتغلوش اجناب، لكن الشغل كله كان واضح اللي هو فردي، ما كانش فيه الشغل الجماعي بتاعه الطريقه دي. الطريقه دي فيها شغل كتير جدا زي ما قلت،
اللي هي 4-1-4-1 فيها ناحية هجومية كويسة جدا، اللي أنا عندي أطراف ثابتين ونجين بيشتغلوا كويس، خشوا لجوه بشتغل معاهم الباكين ممكن يشتغل بشكل جيد، عندي الاثنين اللي تحت راس الحربة يزيد على طول لازم واحد فيهم راس حربة تاني مع في الكور اللي بتروح بالجنب، أبقى زايد براس حربة تاني تحتيه واحد من تحت، عندي زيادة عددية داخل ال 18 بالطريقة دي، لكن هو التنفيذ نفسه كان مش عايز أقول كان ضعيف شوية. اتشرحت كلها كابتن أسامة اتكلم على فترة الإعداد، فترة إعداد ضعيفة جدا جدا زي ما قلت، الراجل ما عرفش قدرات لعيبته خالص، لسه بيكتشف القدرات بتاعته، عنده طبعا التدعيمات اللي جت اسمها كويسه، ساسي طبعًا. على فرجاني، ساسي على حتى رجوع مصطفى فتحي كهربا وحاجات بالظبط، الناس دي هيبقوا قدام شغالين، لسه ما شفناش الناس اللي جت جديده في نادي الزمالك بالذات ساسي طبعا، ده بيقول يعني هيفرق مع نادي الزمالك في نص الملعب بشكل كبير جدا، عشان الوقت بيداهمنا اللغه العربيه الفصحى. اسامه يمكن الشوط الاول كان في اول 11 دقيقه، خلي بالك الزمالك كان كويس في اول 11 دقيقه، كان احسن وكان هو اللي ماسك زمام الامور، لكن بعد كده كل الامور راحت لبتروجيت. الشوط الثاني كان وضع طبيعي، يتم التغيير، التغييرات نادي الزمالك، مصطفى فتحي نزل مكان اوباما او عبد الله جمعه اسف، وبعد كده محمد ابراهيم نزل مكان ايمن حفني، والتغيير الاخير كان حميد احداد مكان يوسف اوباما. يوسف اوباما هل شاهد الجديد ولا نفس الاسلوب ونفس الطريقه بتاعه الزمالك يعني، وكان من الافضل ايه اللي دخل مصطفى فتحي مكان عبد الله جمعه، محمد ابراهيم مكان ايمن حفني؟ هو برده نفس الاسلوب، يعني نفس الاسلوب برده ونفس الطريقه 4-1-4-1. تم تغيير الطريقه مع نزول حميد احداد، بنات الزمالك في اخر المباراه بيلعب باثنين مهاجمين، في دلوقتي كاسونجو وفي حميد احداد، حاول يزود الناحيه الهجوميه ويبقى في اثنين متواجدين في منطقه الجزاء، لكن كان هو الشكل خلاص يعني، هو من اول المباراه لاخر المباراه وهو من الاول فقد خط وسط، يعني وسط الملعب هو ده اللي كان بيديله الباور، وده اللي بقوه نادي الزمالك فيه خط الوسط، انه ازاي يسيطر وازاي يدور الكوره وازاي يخلق الفرص. النهارده برضو فقدنا يعني ايمن حفني، فقد مجهود كبير جدا من لياقته لما كان بينزل جنب محمود عبد العزيز عشان يبدا يستلم وهو يبدا يحضر الهجمه، لا ده ما كانش دور ايمن حفني، ايمن حفني لما كان بيستلم كان بيستلم الكره من قدام بكمل لياقته يبدا يشتغل، تبدا خطورته الهجومي ويبدا يشغل كاسونجو. النهارده ما شفناش ايمن حفني بيشغل كاسونجو خالص النهارده، يعني نادرا لما تلاقي ايمن حفني كان بيعدي في المناطق الخطره ومثلا يدخل منطقه الجزاء او يبدا يصنع اهداف، لا دي ما شفناهاش. دي كان فيها تضارب النهارده في الوظائف ما بين ايمن حفني كهربا، ما بين اوباما، ما بين كهربا، مين اللي بينزل. يعني النهارده لو احنا شفنا طريقه 4-1-4-1 لا نادي الزمالك النهارده مع بدايه الدوري يعني اللعيبه ما نجحتش فيها بشكل كبير خالص يعني. طيب هقول رايي برضو الاخير قبل ما اختم النهارده، اليوم كان سريع شويه يعني عشان العب 4-1-4-1 يا كابتن حلمي، طبعا انتوا اساتذتي وعلى دماغي من فوق، وحتى اسامه نتكلم معاه له خبره كبيره جدا، لازم يبقى قدره الاستحواذ عندي كبيره جدا تعدي ال 70 وال 80%، عشان الرجوع بالنسبه لي مهم جدا، لازم يبقى عندي كمان في حاجه ثانيه الجماعي، كمان في حاجه ثانيه المكان اللي في الكوره الكاونتر بريس ده مهم جدا عشان الهجوم المرتد، ضروري اقطع الكره في المكان اللي انا بهاجم فيه، اقرب مجموعه موجوده تضغط جامد جدا عشان ما يتعملش عليها الكاونتر، اللي يتعملش عليها الكاونتر اتاك. حبيبي يا كابتن، دي مهمه جدا. على العموم التعادل الايجابي هو اللي اختتم بيه اللقاء، التعادل الايجابي الاول في مباراه الاتحاد والمقاولين العرب، والتعادل السلبي هي مباراه بتروجيت والزمالك. لقاءات بكره على خير ان شاء الرحمن، هيبقى في لقاء الداخليه واد دجله الساعه 4 على استاد كليه الشرطه، الانتاج الحربي وحرس الحدود على استاد السلام الساعه 6 وربع، ونجوم المستقبل وطلائع الجيش على بيتر سبورت الساعه 9. كابتن حلمي كنت منورنا. الله يخليك يا سيد، انا سعيد ان انا معاك يعني. حبيبي كابتن حلمي. كابتن حماده حبيبي، ربنا يخليك كابتن سيد، سعيد معاكم النهارده والله يعني. اسامه كنت منورنا. ربنا يخليك كابتن سيد، وانا سعيد ان انا موجود مع كباتن الكبار كابتن حلمي وكابتن حماده ومع حضرتك يعني. توليفه 100 100، 1-3 كابتن حلمي كابتن حماده 3-1 اسامه حسني، ما تقلقوش 3-1 ما تقلقوش. لا انا يعني ما تقلقش، انا كمان ممكن اقوم بيكوا يعني ما تقلقش. طيب على العموم
على العموم قلت لكم النتائج بتاعت النهارده في اولى مباريات الدوري المصري 2018 2019، وقلت لكم كمان مباريات بكره هتبقى ايه. هطلع معاكم بكره ان شاء الله الساعه 11 باذن الله، من 11 لواحده. لكن احنا كمان في النادي الاهلي عمرنا ما ننسى ابنائنا ولا اخواتنا والناس تحديدا اللي عملت حاجه كبيره جدا جدا في الكره المصريه، مش في الاهلي بس، كان له بصمه كبيره جدا مع الكره المصريه، كان له تاثير شديد جدا 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 على فتره زمنيه مهمه في تاريخ الكره المصريه والمنظومه المصريه. واحد من الناس اللي انا بعتز بيهم جدا ان انا لعبت معاهم او هو لعب معايا في فتره من الفترات، وبعتز اكتر ان هو كان واحد من العناصر المؤثره قوي في الملعب وانا مسؤول مع الفريق، هو طبعا عماد متعب. قبل ما اخد حاجه خاصه بعماد متعب، كلمه لعماد متعب كابتن حنين. طبعا بصمه كبيره جدا في الكره المصريه كمهاجم فذ، مهاجم ليه بصمته سواء على منتخب مصر او في النادي الاهلي. كون انه خد قرار اعتزال فهو ده قراره، محدش يقدر يقول له ارجع فيه او خده، هو صاحب القرار، وطالما ان هو اخده يبقى هو مقتنع تماما باللي عمله. بتمنى له التوفيق باذن الله في حياته المستقبليه باذن الله. كابتن حماد بقول له بالتوفيق في اللي جاي طبعا، وقرار يمكن انا شايفه قرار مظبوط اللي خده، اللي هو قرار الاعتزال في التوقيت ده بالذات. كان يعني قرار جه في ميعاده، اللي هو يعتزل دلوقتي، يعتزل في النادي الاهلي. في ناس يعني في الاحتراف ممكن تلعب في اي حته، يعني ما كانتش هنا، لا هو لا ده من الناس اللي هي لا ده النادي الاهلي ما يقدرش يلعب في حته تاني. فهو خد القرار في الوقت المناسب، اللي هو مش حاسس ان خلاص بقاله فتره ملوش دور، فالقرار جه مظبوط، وبنديها له بالتوفيق في الفتره الجايه في مشواره، في مشواره بقى الاعلامي اللي هيشتغل ان شاء الله. كابتن اسامه، عماد طبعا يعني عشت عمره ومن اللاعبين اللي لهم تاريخ كبير جدا في الكره المصريه، وياما اسعد جمهور النادي الاهلي واسعد جماهير الكره المصريه مع منتخب مصر. نتمنى له ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه في الاعلام ان شاء الله. كلمتي الاخيره، سهل جدا تكون لعيب كوره، لكن صعب جدا جدا تكون نجم.